وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تفضل. دلوقتي يا شيخنا الكتب الخارجية غالية. نعم. الكتب الخارجية غالية. الكتب الخارجية غالية وبعدين؟ أنا بنزلها على النت وبصورها بره بسعر رخيص، كده حرام؟ تصورها لنفسك ولا للبيع؟ لا لنفسي. لا. على مجرد نسختين، العرف يتحمل مثل هذا، فالأمر سهل. أحبك الله يا فتح بن عثمان، وأنت يا أم فهمي بنت عويضة. أنت أمر وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريني فضيلة الشيخ. نعم. حضرتك واحنا بنصلوا رجليا مثلا من تحت لو بانت، يعني انا لابسه ازدال طويل مثلا مغطي رجلي، بس لو بطن رجلي من تحت بانت، الصلاه صحيحه عادي مفيش مشكله؟ الصلاه صحيحه. طيب بالنسبه للمتوفي، لو انا زرعت صباره عند القبر بتاعه كده حرام؟ لا مش حرام، لكن لا فائده فيها. يعني المستحب بلاش اعملها. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا فاطمه بنت فيصل، حفظك الله يا امير الزيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مصطفى تفضل. ممكن اسال سؤال؟ تفضل. لو سمحت، انا واحد دلوقتي عايز اروح اخطب بنت، تمام، والبنت دي محترمه وعلى خلق واهلها محترمين وكل حاجه، لكن اهلي انا مش موافقين ان انا اروح اخطب البنت دي. لماذا؟ ما فيش سبب معين، يعني هو كده، يعني هم عملوا سالوا كذا حد كده وبعدين قالوا لا مش هينفع، وشافوا وضعي انا وقالوا لا انت مش هينفع، مع ان انا يعني خلاص بقدم على شقه وخلاص الشقه جايه لي وهقدر اعيش يعني معاها واكفيها ماديا. اهلك الذين رفضوا او اهلها؟ لا اهلي انا، اهلها هم موافقين. طيب انا اروح اخطبها، بس السؤال، بس انا اللي رافض. السؤال لانه مبني عليه جواب، يعني نعم. ما سبب رفض اهلك؟ هو ما فيش سبب مقنع، يعني هو لما باجي اتكلم مع ابويا في الحوار دوت يجيب لي اسباب مش مقنعه خالص، يعني مثلا يقول لي لازم اختك الكبيره هي اللي تتجوز الاول، يعني انا عندي اخت اكبر مني. ايوه كده. هو عايز يتجوزها هي الاول وبعدين انا اتجوز. ايوه هو ده اكتر سبب هو اللي خليه رافض ان انا اروح اخطب البنت دي. طيب عفوا، ابوك رجل ثري، يستطيع تزويج اختك او يطلب منك؟ نعم. ان تنتظر الى ان تزوجها؟ نعم الصوت بس مش واضح. يعني ابوك الله يحفظه. نعم. ابوك الله يبارك فيه ويحفظه يا رب، هو بيقول لك ساعدني في تزويج اختك، او عنده مال هو ولكنه لا يريد ان يزوجها من ماله الخاص؟ لا هو مش هيقدر يجوزها لوحده. طيب وانت اذا تزوجت هتساعد في تزويجها او ستنقطع؟
لو هساعد على قد ما اقدر. طيب انا اسالك سؤالا يعني. نعم. يعني اذا كان ابوك يريد منك ان تساعده في ستر اختك، هل هذه الوجهه حل يعني طيبه او غير طيبه؟ لا طيبه. خلاص ساعدوا عليها يعني. ساعدوا عليها جزاك الله. انا لو ساعدته مش هتعطل، جوازها هتتعطل 3 4 سنين والبنت ممكن ما تستنانيش. والبنت دي هتضيع عليا يعني، هتروح مني. والله شوف، ما عند الله خير وابقى الذين امنوا على ربهم يتوكلون. وانت لن تضيع اذا جعلت في نياتك عفاف اختك وبر والدك، فهما مطلبان عزيزان. عفاف اختك وبر والدك، هذا يعني ظني انه اقرب الى الله. والبنات كثيرات الحمد لله موجودات في كل مكان، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. نعم. طيب سؤال كمان يا شيخ، معلش، لو اخذت مثلا عمي او خالي وروحنا علشان نتقدم للبنت دي وابويا مش موافق، هل يعني الزواج ده يتم شرعا؟ ما هو حلال من غير ما تاخذ عمك ولا خالك انك تتزوجها، لكن انا بتكلم على مساله موازنات. انت الان هتتزوجها وابوك بدأ شقاق بينك وبين أبيك، والشيء الثاني أختك ستتأخر عن الزواج. على العموم ربنا لن يضيعهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عمي؟ الحمد لله. ربنا يجازيك خير يا رب. وإياك، تفضل. أسأل حضرتك بس سؤال، أنا دلوقتي مثلا متجوز بقالي سنة ونص. بس زوجتي بتيجي في الأشهر الأولانية وبتسقط. عملنا كل التحاليل وعملنا تحاليل كتيرة ومش عارفين إيه السبب. كل التحاليل بتطلع ما فيهاش أي مشكلة. تيجي في الأشهر الأولانية وإيه؟ وتسقط؟ أيوه متجوز. الله يقول في كتابه الكريم: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ويقول أيضا في كتابه الكريم: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. فالذي يقدر بقاء الجنين في الرحم هو الله. نعم، لا مانع أن تأخذ مثبتات كما يقولون بإذن الله، ولكن عليك أن توقن بالله سبحانه أنه فعال لما يريد، فعليك بالاجتهاد في الدعاء مع الأخذ بالأسباب. تمام حضرتك، أنا خدنا المثبتات دي وخدنا يعتبر أغلب مثبتات. إذا أغلب مثبتات بقى من عند الله سبحانه وتعالى أعظم. إحنا كنا في الله هل نصبر؟ عارفين ان الدكتور يروح مراكش شرعي والدم ده طبعا هو بعيد علينا ومش اي حد يعني يروح فيه شويه، فانا مش عايز امشي فيه. بيقول لك ايه روح فين عفوا؟ مراكش شرعي. لا 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 لا، دعك من التخريف ده، ارقي نفسك. احلى حاجه الصبر. الله يسلمك. ام رزان بارك الله فيك، وانت يا ياسر عسل وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. الحمد لله. لو سمحت عايزه اسال بس سؤال. انا والدتي دلوقتي بعد ما والدي توفى هي يعني خدت الورث بتاعها، فوالدي سايب لها معاش بسيط يعني حوالي 2700 جنيه، فهي بتدفع ايجار غالي جدا. ينفع ان المبلغ ده يتحط في البنك ويتاخد منه ويتدفع بس منه الايجار؟ لا أستطيع أن أقول لك كل الربا لا يؤكل ولا يستأجر به ولا ينتفع به بأي صورة من صور الانتفاع خالص، يعني ما ينفعش نهائي. الله يبارك فيك يا أختي، جزاك الله خير إن شاء الله. وإياك الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. أدام الله عليك يا نعم. كان في شخص متزوج، تمام، فأخوه مات ومراته ماتت، فكان أخوه ده عنده أخوة، ف
فهو فيهم اثنين صبيان، فهو خدهم ورباهم قبل هو اصلا ما يخلف، تمام. وبعد كده خلف بنت، والولدين دول كان منهم شخص في الجامعه، تمام. فهو يعني الولد ده اتجوز وخلف حاليا اثنين، عنده اخته وعنده بنته بقى، بنت الراجل اللي هو كان رباهم في ثانوي. فهل هو يعتبر اخوها؟ هل ولاد اخيه هذا رضعوا من زوجته؟ هم ما رضعوش، هم كانوا في ابتدائي لسه في اولى ابتدائي. مجرد التربيه لا تجلب اخوه، يعني هي مش اخوها، مش انها تقعد قدام عادي، انا اقصد ان هي يقعدوا يتكلموا مع بعض ويكونوا يهزروا مع بعض. لا 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 لا, لا يزوجوها وخلاص. تمام، جزاك الله خير. مرحبا يا والد الشيخ سيد الأجدر، حفظك الله بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. منذ فترة وأنا، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ حالك على الفتح ولا حالك أيهما صح؟ حالك. أحسنت، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير من فضل الله. منذ فتره ولا بحاول اتصل ولا لا اتصل الان، الحمد لله قد وصلت، وصلك الله لكل خير. تفضل، افتح لي المجال لسؤالين معلش ارجوك. تفضل تفضل تفضل. السؤال الاول هو، شخص قال شخص يهان اشد اهانه من اهل زوجتي بدون سبب، فأقسم على زوجته بالطلاق التي قال، وهو ينوي ذلك، قال إن ذهبت إلى، وهو في شق غضبه، قال إن ذهبت إلى بيت أهلك مرة أخرى ستكونين طالق. وينوي الطلاق. وينوي الطلاق لشدة أذاهم له بغير سبب. وبعد ذهبت أو لم تذهب؟ عاندت الزوجة بإرادة أهلها وباتصال أهلها، قالوا لها تعالي. ذهب. على قول الجمهور، على قول الجمهور ليس قولي، محسوبة تطليق. طيب السؤال الثاني هو، الزوجة يعني ليست بطيبة والأهل ليسوا بطيبين، وهو الآن يعني يهان منهم أشد أهانة، والزوجة في بيت أهلها، هو يعني خلاص هو في نيته أن هذه لن تعود إلى بيت مرة. طيب. هو ينتظر الآن حتى تطلب هي الطلاق، هل هذه الفترة يعني فيها حرام عليه أو هناك إثم عليه؟ إذا كان هناك نشوز واضح ليس بحرام عليه، لكن لو لم يكن هناك نشوز واضح إمساك بمعروف أو تساوي بإحسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، لو واحدة طلبت من زوجها إنه يطلقها، فطلقها، العدة بتحسب من أول يوم الطلاق ولا بتحسب من أول حيضة؟ لا، من أول يوم الطلاق. بتحسب من أول يوم الطلاق، طيب تمام. السؤال الثاني، واحد يعني قتل زوجته بالخطأ، ما كانش قاصد يعني، زقها فوقعت ماتت. إلا عليه شرعا؟ دية قتل الخطأ. دية قتل الخطأ. نعم. تمام. طب السؤال الثالث، واحد قال لزوجته تحرمي عليا زي يومي ليوم الدين. كفارة ظهار. نعم. كفارة الظهار. كفارة الظهار اللي هو صيام شهرين أو متتابعين، لو هو عجز لمرض يطعم 60 مسكين، صح كده؟ أحسنت، فقيه، ماشي. ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك، شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوالد الحبيب، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، تفضل. والله أنا كان لي مسألتين ثلاثة كده، أريد يعني الفتوى من فضيلتك لو تسمح لي. لا تفضل. اتصل منذ قليل رجل يشكو أنه حلف يمين طلاق على زوجته وذهبت بيت أبيها، وقلت له إن رأي الجمهور أنها تحسب تطليقة إن عصت أمره
عفوا، ألم يقل كنت أنوي الطلاق؟ نعم قال، ولكن أنا أستفهم عن شيء وحيد. تفضل. أنك قلت رأي الجمهور وليس قول فضيلتك. يعني أيوة، أنا لي بس تحفظ في بعض المسائل كده فتظهر في حينها. أنا أفتيت برأي الجمهور أنه شدد على نفسه وهو قال أنا أريد الطلاق، فهو رأي الجمهور أنه الطلاق يقع واحد بس. نعم هو رأي الجمهور، ولكن رأي الشيخ مصطفى لا لي تحفظ في بعض المسائل، يعني لا أريد أعمم، لأن أببني أحيانا على غالب أحوال الشعب المصري. نعم. غالب أحوال الشعب المصري إذا أطلقوا الطلاق المعلق يريدون به التهديد أو الحث على فعل شيء، فبنبني في الغالب لا نسأل، يعني في الغالب لا نسأل طلاق معلق كفر كفارة يمين، بناء على ماذا؟ على غالب حال الناس في مصر. لكن أتاك واحد وتنطع وقال لا أنا كنت أريد الطلاق يقينا، خلاص أنا أقول لي ما لي إن أنا أختار، أقول له خلاص رأي الجمهور أنك تقف بس. نعم. الله يسلمك. أسأل الله أن يبارك في عمر حضرتك. وإياك الله يبارك فيك. السلام عليكم. جزاك الله خير يا عصام شومان. محمد حسين، صلاة ربي وسلامه على النبي محمد وعلى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يكون علمكم في ميزان حسناتكم يا رب. ولك بمثل يا رب، تقبل منا منكم يا رب صالح الأعمال. بفضل حضرتك أنا عايز أعرف كيف انتقل النسخ من الآيات القرآنية إلى الروايات عن رسول الله، الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليه عفوا، كيف انتقل النسخ من الآيات؟ نسخ من يعني عندما يقول أن في نسخ في القرآن. وأنت عفوا قف قف قف، أنت تقول في عفوا في نسخ في القرآن ولا لا؟ لا أنا لا أسأل عن هذا. لا لكن أسألك سؤالا قد يكون محرجا لك. أنت لا محرجا، لأن أنا أوقن أن الله عز وجل قال في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. أحسن الله إليك، متفقان إذن. تفضل. هذا النسخ العلماء قالوا به في الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تسأل في نسخ أيضا في الأحاديث؟ نعم. هذا هو هنا السؤال. يعني اسمع وحضرتك في 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 اجابتك في مره من المرات قلت عن احدى الروايات انها نسخت بكذا. اي حصل. يعني انت تسال عن وجود النسخ في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامثله لذلك. انا اعرفه يا مولانا الله يبارك فيك من خلال حضرتك وغير حضرتك من الاخوه. السؤال عن ايه بالضبط؟ انا من السؤال ايه الدليل على ايه الدليل الشرعي على ان الروايات فيها نسخ؟ انا عايز اوضح المساله دي في ذهني. انا ممكن بيها ان هناك في نسخ من الروايات، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل المثال قال كنت قد امرتكم نهيتكم عن زيارة القبور الا تزوروها فانها تذكركم بالاسف. طيب انت اذا كنت مقر هذا هو مضمون النسخ. يعني اذا كنت انت مقر ان في نسخ في القران وان سنه الرسول وحي يوحى يكون في نسخ في السنه ايضا، كما انت ذكرت مثالا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن الانتباذ فوق ثلاث فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي عفوا فوق ثلاث فكلوا وادخروا كيف شئتم. مش فاهم يعني، لعلي لم أستوعب سؤال الأخ بدقة شوي، لكن هذا الذي عندي. السنة فيها نسخ والقرآن فيه نسخ. الإمام الشافعي له بعض المعارضات في نسخ القرآن بالسنة، يعارض في ذلك، لكنه محجوج بالوارد في هذا الباب السنة وبقوله تعالى وما ينطق عن الهوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. وإياك. تفضل. في ثلاث أسئلة.
في ثلاث اسئله ان شاء الله. اتفضل. السؤال الاولاني يا شيخ هاني بن علي، اتفضل. ذكر احد المشايخ بان يعني كان بيتكلم النهارده فقال في وسط كلامه بان النبي عليه الصلاه والسلام محمد عليه الصلاه والسلام دعا القوم يعني اللي هم كانوا كفار وقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. فيعني السؤال دلوقتي هل يعني الحديث ده صح؟ وان صح فازاي نجمع بينه وبين ادله النهي عن الاستغفار للمشركين؟ والسؤال الثاني صبرا واحده واحده كده بس. اولا ما ذكره هذا الشيخ عليه تحفظ، لان النبي ما هو الذي قال ذلك، انما حكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالنبي حكى نبيا آخر فعل به قومه هذا. وعلى أي حال في المؤدى واحد، ما سؤالك؟ جزاك الله خيرا يا شيخ. السؤال الثاني بحكم قول عيب خلقي، يعني الأولى اتقاؤه. يعني في عائشة كانت إذا سمعت عن مولود ولد تسأل هل خلق سويا، هل خلق سويا، تعبير في اللفظ هو فقط، يعني لنا يعني نريد أن نتأدب في اللفظ مع الله فقط. يا شيخ جزاك الله خير. السؤال الأخير يعني ممكن كلمة بس بخصوص إن يعني دورات العلاج بالطاقة والكلام ده كله، لأن في ناس كثيرة جدا يعني انخدعت بالأمر ده، ومنهم من وصل للإلحاد ومنهم من وصل مسألة هذه تريد محاضرة واسعة، لكن هؤلاء في الجملة دجاجلة ابتعد عنهم، فلكن كتفصيل يحتاج إلى محاضرة متكاملة. جزاك الله خيرا والدنا الحبيب، ربنا يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. الو يا اخي، السلام عليكم. ترد بألو؟ ألو ايه بس يا جماعة، انت رجل مسلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخ مصطفى انا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه، تفضل. عندي سؤال. تفضل. أوبا. نعم. وفيه مكان معد للصلاة ويوم الجمعة نصلي فيه الجمعة، هل يعني صلاة الجمعة صحيحة أو لا؟ غير المسجد يعني ولا إيه؟ غير المسجد، مكان معد للصلاة فقط. ولماذا تهجرون المساجد؟ صاحب الشركة يعني مساجد بعيدة ولا يسمح لهم بالخروج. خلاص صلوا الجمعة فيها ما في مشكلة. اصطلحتم على انه مسجد في الشركة صح؟ لا. نعم هم اصطلحوا على انه مسجد يؤدون فيه صلوات الخمس وصلاة الجمعة. لا بأس إذن، الله يحفظك. لكنه ليس على هيئة بناء مسجد، مكان فقط. ما في مشكلة، هو جعلت لي الأرض مسجدا وطورا، إذا كان هذا المكان خصص كمسجد خلاص جازت فيه الجمعة، مع أنه خلاف الأولى، لكن الصلاة فيه تصح. ويصلون الجمعة يعني مع الثانية ظهرا، يعني ليس في وقتها المعروف عند جميع المساجد. أيضا الصلاة تصح لكنه خلاف الأولى. جزاكم الله خيرا. الرسول عليه السلام قال سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وفي رواية في حديث آخر كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للتلول فيء يستظل به، تلول جمع تل، يعني ما تولد منها ظل يكفي الاستظلال، فلهذا تكره الصلاة في هذا التوقيت الساعة 2 للجمعة لكنها تصح. جزاكم الله خيرا وانا احبك في الله. احبك الله. من اي من اي البلاد انت؟ المغرب. نفع الله بك، نفع الله بك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا سامح بن محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كن حمدي. نعم. أنت حمدي. جزاكم الله خيرا. تعرف حديث اسمه كن أبا خيثمة؟ نعم. من قاله ولمن قاله؟ ومتى قاله؟ منكم نستفيد لأن الحديث معكم متعة. الله زادك الله فهما وذكاء يا شيخ حمدي. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث ثلاثة الذين خلفوا، فبعض الصحابة كان يأتي متأخرا فرأى النبي رجلا كأنه سراب، فقال كن أبا خيثمة، أي اللهم اجعله أبا خيثمة، فكان أبا خيثمة. تفضل. بارك الله فيك. شخص من علماء الحديث أو من رجال الحديث يدعى اسمه كوثر، من علماء الحديث اسمه كوثر أو من رواة الحديث وضعفوا حديثه، وكنت قد قرأت عليه على عجالة ولم يحضرني إلا اسمه، وقال يضعف حديثه لأجل كوثر. أحتاج أراجعه يا شيخ. ده هذا هو السؤال الأول. الله يزيدك رفعة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وياك. تفضل. المسجد بيوت بيت من بيوت الله، ولا يجوز أن ينشأ فيه أي شيء من الضالة ونحوه. من إيه؟ من الضالة، إنشاد الضالة أو غيره. أي لكن إنشاد الشعر يجوز إذا كان شعرا طيبا. إنشاد يجوز. لكن السؤال الذي أسأله اقترح بعض الأخوة بأن يستخدم منارة المسجد الميكروفون ويذاع من قبل المضيف من قبل بار الضيافة، هل يجوز؟ والله أنا أحب أبعد المسجد كله عن هذا. طيب اشتروا ماكينة خصصوها لهذا يا شيخ. أضعف دار الضيافة خلصنا من الموضوع. بارك الله فيك يا شيخ عزة بن عبد الجواد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير من فضل الله. سيدنا احنا بنحبك لله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يا سيدنا، والدي توفى من سنتين والله كان بيحبك في الله. الله ينور قبره ويفسح له فيه يا رب، والحق بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم امين يا رب. سيدنا راي فضيلتك في التكرار والعمره في الصف الواحد. لم يفعله النبي، وهذا الذي نستطيع ان نقوله فقط. سيدنا في بعض الشركات بينزل بالمعتمرين مكه الاول يعمل عمره، يوم مثلا يقعد اسبوع في مكه وبعدين يسافر المدينه، يقعد مثلا اسبوع في المدينه ويرجع مكه ثاني يوم او اثنين. لا باس بذلك. لا باس بذلك. يعني يعمل عمره ثانيه. ايوه بيعمل عمره ثاني. ما في عليه مشكله ان شاء الله. ماشي سيدنا، جزاك الله خيرا. وبالله عليك يا سيدنا ادعي لي في سداد الدين. الله يسد عنا وعنك وعن كل مسلم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد، من فضل الله في نعم من الله. الحمد لله الحمد لله. أنا مبسوط والله إن أنا بكلم حضرتك. يا رب يزيدك انشراح صدر وتوفيق. دلوقتي يا شيخ سؤال بس لحضرتك. تفضل. إحنا كنا في صلاة جنازة، واللي حصل إن الصفوف بيسووها فبنقرب الصفوف، لأن كانت الثلاث جنائز وكان العدد كبير يعني. الصف اللي انا فيه ما اكتملش، يعني انا ببص اللي ورايا عشان يكمل الصف، ما حدش كمله، كنا احنا نص صف بس، فكده مكروه او حاجه ولا لا؟ لا يلزم اكمال الصفوف في صلاه الجنازه، لا يلزم ان تكمل الصفوف في صلاه الجنازه، بل اذا كان العدد قليلا استحب تجزئه العدد الى صفوف ثلاث. بارك الله فيك. شكرا. الله يكرمك. مرحبا بك يا شيخ ايمن ابن توفيق دياب حفظك الله. بارك الله فيك يا تامر جاد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سيدنا. الحمد لله بخير من فضل الله تعالى. الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك سؤال يا سيدنا مع حضرتك. اتفضل. انا مثلي كان متزوج تمام، وبعد كده حصل طلاق عند المأذون. تمام. وبعد موضوع الطلاق في فترة العدة حصل جماع بينه وبين زوجته. الطلاق عند المأذون كان مكتوبا طلاق على الإبراء. هي بنته. أيوة مكتوب في القسيمة طلاق على الإبراء، ولا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، ولا طلاق رجعي على ما أنت تذكر أنها برأته. ولما رجع للمأذون قال له هو طلاق رجعي، هو حصل بجماع بينه وبينها. يا حبيبي أنا بسأل سؤال، لأن خليني من كلامه، هو غشها، هذا غشاش. ما دام حصل إبراء فالقسيمة مكتوب فيها طلاق على الإبراء لا تحل إلا بعقد جديد. فهو حصل بدون بجهل منه. لا اعتباري خلاص، يغفر له ذنب الزنا وهي ليست له بزوجة. وهي بعد ما حصل الجماع تزوجت. تزوجت آخر؟ تزوجت آخر. بعد انتهى العدة؟ بس هما لما حصل في عدة بينهم كان بنيتهم عشان والدها كان رافض إن هو يرجعها. لا يحصل برجعة، لازم ولي وشهود. لابد أن تفهم الكلام بقى خلاص. الطلاق على الإبراء الآن في المحاكم المصري في عند المأذون المصري منصوص في قسيمة الطلاق أنه لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد. أنت فاهم الكلام؟ ولينا شهود عند الجماهير خلافة للأحناف. فالشاهد من هذا الباب أن جماعه لها حرام، وكأن شيء لم يكن، ويعذر بجهله في هذه الجريمة. وهي تتزوج تنتظر انقضاء العدة من الأول. هو عمل كده بجهل منه أو جهل منه. ما فيش خلاص، ما احنا هو يا أخي افهم كده، أنت تعبتنا من قلة الفهم. وزوجت بقى يا سيدنا؟ تزوجت بعد انقضاء العدة أو في العدة؟ لا في العدة. في العدة. هو ربها في العدة حضرتك، هو ربها خلاص بقت تعتبر في دماغه ان هي زوجته كده. ليست بزوجة له. تقول تزوجت زوجا اخر يا اخي. تزوجت زوجا اخر. اي زوجة زوج. متى تزوجت الزوج الاخر؟ في العدة من الاول او بعد انقضاء العدة من الاول؟ لا في العدة سيدنا، في اخر شهر في العدة سيدنا. هو العدة كم شهر عندك؟ 3 أشهر. لا مش 3 أشهر، 3 حيضات. اسألها بس. انت الزوج الاول، شكلك كده الزوج الاول بتلتمس لنفسك المعاذير وعايز تنزل عليها وتقول الزواج باطل حتى ترجع. مش هنزل عليها. انت الحمد لله. الحمد لله. يلا ربنا يعوضك خير. طب انا كده مفيش كفاره ان انا اعملها؟ معذور بجهلك، واعمل صالحا بس. الله يبارك فيك، ربنا يعوضك خير. الله يعوضك خير. الله يعوضك خير، واصبر اصبر واحتسب. لو في كفارة او ما في اي حاجة نعمل الصالح. انا نفسيتي تعبان الصالح. مش انت ذكرت انك فعلت ذلك بجهل؟ نعم. نحن عندنا في القواعد الشرعية في المعتقد في عذر بالجهل. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بس احنا هنا فجأة مثلا هو بيضحك ان الشخص ده كان سامي على ده 3 سنين بعد الطلاق، 3 سنين بعد الطلاق على امل ان احنا نرجع. ينفع ان حد يغدر بحد ويروح ان هو يتزوج؟ ده مباح كده. هي ليست بزوجتك، انت بتضحك عليها. نعم انا نعم هي مش بزوجتك. خلاص انت عندك يعني جلست تضحك عليها. انا ما عنديش اولاد. خلاص الحمد لله. في مثل كده بس مش عارف اقوله ينطبق عليك، لكن انا بقوله مثل عام يعني. إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ماشي يا حبيبي. نعم. فرحت بالمثل ده؟ ماشي. إحنا ما فيش كفارة عليا إن أنا مثلا أستغفر الله. خلاص السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت يا شيخ مصطفى. كان في أبلكيشن بيعمل جمعيات على الإنترنت. انا حابب اذكر اسمه عشان الموضوع منتشر جامد الفتره دي. بيعمل جمعيات. ممكن اقول اسم الابلكيشن؟ والله يعني هو ابلكيشن نصاب يعني اهله نصابون.
لا لا في في بس كده حاجه حرام هو بيعملها مع الناس. لا لازم لا تسمي بس قل لنا وصف الحاجه الحرام دي اساس نقول لك اذا كان اي تطبيق يفعل هذا لا يجوز له او يجوز. لما حد فينا بيخش الجمعيه عادي لما يكون حق السداد اليوم في الجمعيه ولو اتاخر لتاني يوم مثلا بيضيف عليه رسوم. هل حرام ام عادي؟ يعني لم افهم عاد يعني هو دلوقتي انا دلوقتي هدفع اسم الجمعيه النهارده هدفع من الاسم في الجمعيه ده انا يوم الدفع بتاعي النهارده. اي يعني المفترض انت تدفع شهريا كل يوم واحد في الشهر 1000 جنيه مثلا. اي اساس تقبض بعد 5 شهور مثلا مبلغ وبعدين؟ بعدين انا اتاخرت مثلا يوم واحد هدفع يوم 2 او يوم 3 كل يوم انا بتاخر فيه بيزود عليا في الرسوم. بيزود عليك في الرسوم دي عقوبه طب والفلوس دي تروح لمن؟ بتروح للشركه. يعني عقوبه تعزيريه ولا ايه بالضبط؟ حاجه زي كده يعني اللي هو يعني كل ما اتاخر بيزيد يعني انا مثلا جمعيتي ب 5000 بيكون رسومهم مثلا في التاخير كذا مثلا 10000 بيكون رسومهم كذا كل مبلغ ويكون في له رقم معين في الغرامه. اسمح لي اراجع المساله لان احنا دايرين بين هل هي تاخير نتيجه القرض او انها عقوبه تعزيريه حتى يبادر الناس بالسداد. لا حتى يبادر الناس بالسداد. ما انا اقول لك اراجع المساله. طيب تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عندي 3 أسئلة يا شيخ. سأل. السؤال الأول يا شيخ أنا أعقد القرآن ولكن هناك فيه تفلت تمام؟ إيه أعقد القرآن وإيه؟ أحفظ القرآن بس فيه تفلت. تحفظ القرآن وفيه تفلت. بعمل إن أنا بجيب أول حرف من كل آية بربط بالآية اللي بعديها بكون كلمة سواء الكلمة كانت لها معنى أو ليس لها معنى. يعني إيش فاهم يعني؟ يعني مثلا الآية مثلا أول حرف في الآية والآية اللي بعديها أو الحرف اللي بعدي اللي الحرف الأول أو الحرف المميز. يعني اذكر أمثلة كده على اللي بيحصل. يعني مثلا سورة المؤمنون مثلا كل من الأرض ومن فيها سيقولون لله الآية اللي بعديها كل من كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الآية اللي بعديها كل من رب كل من بيده ملكوت السماوات والأرض بعض الحرف الأول الراء والحرف الثاني السين والحرف الثاني مين كلمة رسم مثلا هل هذا جائز أم لا؟ والله ده شيء لنفسك يعني بتعمله بينك وبين نفسك ولا إيه بالضبط؟ أي والله أنا ما أنا فاهم سامحني. أيوه بينه وبين نفسه. أيوه أنا ماني فاهم يعني بقول مثلا يعني مثلا كلمة من الأرض الأرض حرف الراء الثاني من بيد من رب السماوات السماوات سين من بيد ملكوت مين بعدين تنظمها زي كده كيف تنظمها؟ بعمل كلمة رسم الحرف الأول الراء اللي بيقول لها كلمة الأرض ترسمها فين؟ ترسمها في مخك ولا فين؟ مخي ارسم في مخك زي ما أنت عايز بس ده فوتك التدبر. الله يسلمك. مرحبا يا عبد الله بن مصطفى الدياسطي ابلغ الوالد السلام وددنا ان رايناك وسلم على الوالد كثير السلام يا اخ عبد الله بن مصطفى. السلام عليكم الله يعافيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله شيخ مصطفى. وحياك. كيف حالكم ان شاء الله بخير؟ الحمد لله. شيخ كنت عايز اسالك سؤال هو دلوقتي لو انا عايز احدث بنعمه ربنا انعمها علي للناس فهل دي بتبقى رياء يعني زي الخشوع يعني لو ربنا واحد مديله خشوع في الصلاه وفي الذكر في القران فحابب احدث الناس يعني هل ده بيبقى رياء؟ ماذا ستقول؟ يعني الحمد لله رب العالمين انا في الصلاه يعني او في القران والذكر بيجيني خشوع سبحان الله يعني مع انه ظروفي الماديه عاديه لكن بحس انه ربنا مديني الدنيا بما فيها يعني سبحان الله وحتى انا بقالي متزوج من 4 سنين. عفوا تقول هذا الكلام للناس؟ لا لسه ما قلتوش لحد. لا يعني تريد ان تقول مثل هذا الكلام للناس؟ لا يعني احدثهم بنعمة ربي الخشوع يعني انه جميل حاجه جميله يعني. ستقول يا جماعه اخشعوا في صلاتكم في ان الخشوع في الصلاه
له مذاق طيب ويعني سعاده لا تعدلها. نعم يعني احسن من ملذات الدنيا. يعني انا بقالي متزوج 4 سنوات ما قال لي عيال، سبحان الله. حتى ظروفي الماليه يعني عادي، بس انا بحس انه مالك الدنيا بما فيها. ماشي، قصدك اذا كان القصد هو حث الناس على الخشوع في الصلاة فأنت محسن. نعم. بس كده خلاص، بس ما تزعلش زوجتك منك الآن، يعني زوجتك حبيبتك أيضا. دعواتك لنا شيخنا، ربنا يبارك لك. الله يرزقكم ذرية صالحة. ما شاء الله بتحفظ القرآن برضو وكويسة ما شاء الله. الحمد لله، الله يبارك لك فيها يا رب. حياكم الله شيخنا، جزاكم الله خير. وياك وياك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بقول لحضرتك، واحد باع بيت وخد فلوسه واستلم فلوسه بس ما كانش يسلم البيت يعني، وبعدين اكتشف ان البيت ده فيه كنز يعني. كنز. الحاجة دي صح اللي اشترى البيت اللي ياخدها ولا صاحب البيت؟ الكنز اللي ياخد، مين اللي ياخده؟ الراجل دفع الفلوس كاملة. ايوه. بس ما كانش يستلم البيت. ايوه ايوه ايوه. كان قدامه 6 شهور لسه. انت عارف الحكومة زي مسكتكم ما تقبض عليكم. عموما كان على عهد السلام حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الجرة، ان رجل اشترى من اخر بيتا فوجد فيه جرة من مليئة بالذهب، فذهب الذي اشترى ووجد الجرة للبائع، قال خذ هذه الجرة من الذهب، انا وجدتها في البيت. فقال الآخر لا، أنا بعتك البيت بما فيه. قال لا، أنا اشتريت البيت بدون جرة الذهب. فاختصموا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شخص، فقال للأول عندك ولد؟ قال نعم. قال الآخر عندك بنت؟ قال نعم. قال زوجوا الولد بالبنت وأنفقوا عليهما من هذا الذهب. واختصر الدور. فهذا مفاد التقاسم، التقاسم، والله أعلم. بس الحكومة أول ما تسمع الكلام تقفز عليك وتحبسك أنت وهو. اللهم بلغت، اللهم فشهد. بارك الله فيك يا أخي محمد بن علي الصقر ومصطفى بن أنور الديب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت يا شيخ ما قولك في الاستماع على عبد الله رشدي الأزهري ده؟ والله أنا ما استمعته أبدا، لكن هو له بعض الكلام الطيب، لكن احذر منهج الأشاعرة، احذر منهج الأشاعرة. نعم. أنه يعلن عن نفسه بهذا، فله كلام طيب في موضوعات أخر، فاحذره في مذهب الأشاعرة. نعم. إلا أن يقول، إلا أن يتبرأ من الأشاعرة، فإذا تبرأ من الأشاعرة الحمد لله بورك له في هذا التبرأ من الأشاعرة. اما غير كده يعني الغالب على ما اسمعه منه، على ما اسمعه عنه السداد والكلام الطيب احيانا، لكن مذهب الاشاعره لا تقبله منه. يعني هو على مذهب الاشاعره، هو الذي يقول عن نفسه اساله الله في السماء او لا، اساله كده، اساله هل لله سبحانه وتعالى وجه كما قال عن نفسه، وهل لله يدان كما قال من منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، واسألوا كيف يجيبك. نعم. وابني على هذا. هم الأشاعرة دول هم الصوفية ولا ده حاجة وده حاجة؟ لا دي حاجة وده حاجة تانية شوي. يعني الصوفية دولك منهج؟ لا يعني ماشي. نعم. طب بالنسبة لحكم استخدام السبحة؟ والله استخدام السبحة الأمر فيه واسع شوي، هي لم تكن موجودة على عهد الرسول، لكن إذا أخذها شخص لضبط الأعداد لأنه يخطئ ما عندنا أي مشكلة إن شاء الله. الإلكترونية أو العادية صح؟ أي سبحة كانت. أما الأثر الذي يريدونه عن ابن مسعود فموقوف وضعيف الإسناد. نعم. مر على قوم وضعوا قوما من الحصى كلما سبحوا رموا الحصى، هذا كسند ضعيف الإسناد، وإن كان فعلهم يذم بهذه الطريقة، لكن في فارق بين هذا وبين السبحة التي تسبح بها 33 أو 100 مرة. السلام عليكم. ماشي. طب بالنسبة الغي كلمة بالنسبة دي كلمة ملاش معنى. نعم.
نعم حاضر. المغني اللي هو اسمه حمزة نمرة ده، يا عم انت جايب لي مغنيين واشعار اللي دي ليه بس؟ الله يكفينا شر الاشعار وشر المغنيين. هو يعني بيقول كلام مش اللي هو الكلام المغنيين ده وبدون موسيقى احيانا يعني. والله انا ما اعرف في حياتي ما سمعته، واول مره اسمع اسمه في حياتي. نعم. طب هو عامة لو الأغنية بدون موسيقى ده فيها حاجة ولا؟ يبقى النظر في كلمات الأغنية نفسها. نعم. هل كلمات قبيحة ولا كلمات طيبة؟ نعم. بارك الله فيك يا شيخ. فيك الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سمعت يا شيخ قول الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين من مات على الشرك بجهل. أمره إلى الله. أمره إلى الله. الدعاء بالاستغفار إليه. ها؟ الدعاء بالاستغفار له. من مات مشركا وأظهر أمام الناس أنه مشرك لا تستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا كان الناس علم الناس أنه مات مشركا لا تصلوا على المشرك من الأصل، حتى لو كان بجهل. ما لي بجهل، دي حكمه أمام الله. لكن لو في واحد مشرك اتفقنا على أنه مشرك ومات، لا نصلي عليه، حكمه بعد ذلك أمام الله، هو سبحانه يفعل فيما يشاء. نعم. طب سؤالتنا يا شيخ، اتفقنا على أنه مشرك، اتفضل يا حبيبي. في شرح النووي في حديث اللي هو بتاع كبائر السحر بتاع رأي من الرأي يقول أنه يجوز تعلم السحر. لا يجوز. ايه المقصود بتعلم؟ ما فيش حديث اسمه يجوز تعلم السحر حبيبي. لا مقصودش موجود في الحديث، بيقول في الشرح بتاعه. لا ما في، ما يجوز تعلم السحر، لأن ربنا قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هو يقول تعلم السحر للرد على السحرة. لا، ولا ترد على سحرة. هل الرسول كان يتعلم السحر اللي يرد على السحرة؟ ما أعرفش، ده اللي قرأته في شرح الشرح. لا أنت فاهم غلط أو هو غلط. لا يجوز لك أن تتعلم السحرة، لا لترد على السحرة ولا لكي تسحر. الرسول سحر فدعا ودعا ودعا دعا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام. يا شيخ سؤال ثالث، معلش يا شيخ، في الفاتحة وين المغضوب عليهم ولا الضالين؟ الضالين نصارى كانوا يريدون الخير ولكنهم ضلوا عن جهل، فهنا يعني كيف يتم العذر بالجهل والله عز وجل لم يعذر النصارى لجهلهم؟ شوف يا شيخنا، انت تعرض في العذر بالجهل يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اقصد بتعرف المسيح اضرب الجهل. خد بالك، يعني النصراني بيقول المسيح ابن الله، صح كده؟ نعم، بجهل ضلوا عن جهل. هل النصراني بيقول انا مسلم بس جاهل؟ لا، خلاص هو اعلن النصراني. وربنا قال في كتابه الكريم لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. بعدين ما تدخلش بقى في متاهة، الله يكرمك، ولمن ستقول الملحد وتدخل على مداخل شتى. تكلم في المسلم الذي يفعل شيئا بجهل، فهمت؟ نعم. واحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ارتكب شيئا من الشرك بجهل. أسألك أنا سؤال في العقيدة وأنت ستجيب خطأ، تكون مشرك؟ ما أنا أسألك سؤال يعني معين، يعني إذا أنا وجهت إليك الآن سؤالا في صلب العقيدة. نعم. في صلب العقيدة وأنت جهلته، تكون كافرا ولا نعلمك بالحسنى؟ يعني نعلمك بالحسنى أو نحكم عليك بالكفر وندبح ونورث وناخذ زوجتك منك، فهمني.
لسه المسألة دي لسه بتعلمها من حضرتك، بتأكد منها من حضرتك. هل العذر بالجهل ولا يكون العذر بالجهل؟ العذر بالجهل يا حبيبي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال الرجل لأهلي إذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. يا أخي نصوص كثيرة جدا، صح بالله ما تضيع علينا الوقت. أنت من أي البلاد؟ نعرف البلاد اللي فيها هذا الفكر. من أي البلاد أنت؟ المنيا الصعيد؟ اي طب اهل المنيا اصبحوا قلاء شويه الحمد لله يعني. اخر دليل بس يا شيخ، طب ما ام سيبنا بقى خلصنا الدور الله يكرمك، شوف لك شغل احسن لك، بارك الله فيك يا ابا الاركم حسان عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا عليه. الحمد لله يا شيخ. انا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام يا شيخ. بقول لك يا شيخنا، انا اشهد الله يعني اني رايت لك رؤيا، فكنت عايز اقصها لحضرتك. يعني ممكن تقصها علي بيني وبينك؟ هي لحضرتك نفسك يعني. طب ما لي نفسي بس يعني بيني وبينك، لان المقام هذا مقام فتاوى مش مقام احلام ولا رؤى. معذرتك. طيب حضرتك رن يا حبيبي 0-1-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. اتفضل. ما الضابط يا شيخ في موضوع البدعة؟ يقال هذا موضوع طويل يحتاج إلى محاضرة. بس السلام عليكم. نعم يا حبيبي. أين الله سيدي؟ سأل النبي الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ إليه يصعد الكلم الطيب. الرحمن على العرش استوى. إني متوفيك ورافعك إلي. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. الأحاديث كثيرة جدا جدا، تعرج الملائكة والروح إليه. قال لي بس يا أشعري الله يغفر لك، يبدو أنك أشعري. لسه نرجع للأشاعرة، قطع الله دابرهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى معلش كنت عايز أسأل، دلوقتي في يوم إخراج الزكاة، هل أخرجها كلها في نفس اليوم؟ ها؟ هل أخرجها كلها في نفس اليوم؟ إذا وجد المصرف خرجيها في نفس اليوم، لما تؤخريها وقد وجبت عليك والمصرف موجود؟ طب المصرف طيب اللي هو إيه؟ أوديه لجنة؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طب ما انا ممكن ما يتوفقش معايا لو انا يتوافق معك صنف وكلي غيرك. يعني ينفع الاحسن يعني اديها لجنه زكاه؟ والله لو كانت لجنه زكاه درست احوال الناس دراسه جيده والقائمون عليها امناء فقهاء لا باس، لكن لو انت تستطيع بنفسك وعندك اقرباء فقراء متعففين اعطيهم الاقرباء اولى. تمام. طب يا شيخ معلش عايز اسال سؤال تاني، دلوقتي لو في زكاه حليه متراكمه اخرج الزكاه بسعر الجرام القديم ولا الحديث؟ لا الامر في ساعة، ممكن تخرجي من الان زكاه سنه واحده على اللي فات لان كنت جاهله. ايوه. وبعد ذلك جاهله. انا قبل يا شيخ قبل ما البس النقاب كنت بلبسه، بعد ما بقيت لبست النقاب ما بقتش بلبسه، فكنا كده يعني كنت باخد راي تاني بصراحه. يعني انت وشك عريان ولا ايه؟ لا يعني قبل يعني الان وشك عريان ولا متغطي؟ لا
كان وشي مش متغطي قبل النقاب، فكنت بلبس كنت قبل النقاب كنت بلبس الدهب عادي في ايديا وكده. بعد النقاب يا شيخ ما بقتش بلبس بصراحه. فانا ساعتها في المرات الاولانيه صراحة انا كنت باخده برأي ان ده زينه، فكنت ما كنتش باخده رأي ان في زكاه. ايوه انت سالها عن موضوع اخر، يعني قبل النقاب كانت الدنيا مفتوحه معاكي وتلبسي الذهب والحليه وتمشي، لما انتقبتي ادخرتي الذهب، فتسالي هل لما ادخرت الذهب ما زال عليه زكاه؟ كده السؤال؟ ايوه لو يعني هل لو سؤال كده زكي سواء علي سواء لبستيه ام لم تلبسيه زكي عليه زكاه. اذا بس هم كم جرام اللي عندك الله يغفر لك؟ مش عارفه حوالي كام بالظبط بس معدي النصاب. معدي النصاب خلاص اللهم بارك لك فيه 2.5% فقط. ربي ابقى لك 97.5 واثنين ونصف لمصلحتك في الاخره وتطهير لمالك في الدنيا. يا شيخ في سعه ان انا احسب بسبب الجرام القديم اللي كنت فيها. ما انا قلت لك الان انت اذا كنت تفعلي بجهل فعلتي. امراه مثلا كانت لا تزكي الحليه لاخذها براي اخر بعدم جواز زكاه الحليه، وبعدها انتقل رايها الى انها تاخذ بالقول بان زكاه الحليه واجبه اذا بلغت النصاب. تزكي زكاة سنة واحدة من أول ما تغير رأيك. أول ما تغير رأيي إيه؟ معلش. زكي زكاة سنة واحدة منذ أن تغير رأيك. أعمل سنة واحدة بس؟ أي نعم. على الوضع الحالي؟ على الوضع الحالي زكاة سنة واحدة على الوضع الحالي. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. وياك. يعني أنا دلوقتي معلش يا شيخ عشان يعني أنا دلوقتي فعلاً تغير رأيي. خلاص، زكي زكاة سنة واحدة. ايه؟ مش هنحاسبك بقى صار راجع يا اختي انت كنت بتجري. تمام ربنا يجازيك خير والله. وياك يا اختي مع السلامه. حفظك الله يا حموده بن يحيى. السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. احبك في الله شيخنا. احبك الله الذي احببتنا له. فنحن نحب الاشخاص. كلما اقتربوا من السنه نحبهم، فما بالك بمن يعلمنا السنه. الله يرفع قدرك في الدنيا والاخره. تفضل والسامعين والسامعات. الله يبارك فيك يا شيخ. حياكم الله يبارك فيك. بالنسبه للاشاعره بس. لا ارجوك ارجوك هذا باب اغلق والحمد لله اخذوا ما يكفيهم، فرجاء الا نضيع الاوقات مع اهل البدع، لان البدع كثيرون. عندنا الان الماتريديه. عندنا الآن المرجئة، عندنا الآن التكفيريون، عندنا الأشاعرة، خرجت المثلية القبيحة الكافرة القذرة تحتاج إلى علاج. فلن نضيع وقتا كثيرا في فئة دون سائر الفئات. عذرا. أعذرني. لما شيخنا نعلم بس والله كفينا فيها يعني وفينا وكفينا فيها. إن تريد أي شيء ارجع للشرايط، معذرة أعذرني. لأن هؤلاء فيها ما نحب أننا ننشر أباطيلهم مرة ثانية ونضيع الوقت فيهم. الله يبارك فيك يا رحاب المصري. رحاب ولد ولا بنت يا حسن؟ بنت؟ لا رحاب المصري يبدو أنه ولد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عايز سؤال. سل حضرتك ليك محاضرات في اماكن معينه مثلا ممكن واحد يحضرها او كده؟ والله الله يهدي الحكومه وتسيبنا نحاضر في المساجد، لكن الان متوقفه كده في المساجد. شكرا لك. الله يفرج الكرب. اتبع على الفضائيات خلاص الحمد لله سامحين بالفضائيات، احنا ماشيين في الفضائيات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا عندي سؤال. سل. حضرتك في شغل قدامي في شركه تعمل بالباب الاقساط. ها؟ في شغل قدامي في شركه تعمل بالباب الاقساط. شركه قدامك في شركه تبيع بالقسط. تمام. ها؟ في شغل ابغى اشتغل فيه. عفوا شركه مصنعه او شركه تاجره؟ تجاره او صناعه؟ لا تاجرة تجارة تطبيق. شركة تجارية تبيع بالتقسيط. والسؤال؟ تمام. أنا في شغل لي فيها إن أنا أشتغل فيها أعمل إن أنا موظف تقسيط.
يعني الشركة تملك السلع أو هي شركة وسيطة؟ لا تملك السلع، لا تملك البنك. نعم تملك السلعة، لكن بيكون في شرط إسحاب التأخير العميل عن القسط الشهري تقع عليه غرامة. لا ممكن تشتغل فيها تقع، ممكن أنت تشتغل فيها، ممكن نكون هذه شروط تعزيرية بس الآن ممكن تشتغل فيها أنت. أصلها أنها تملك سلعة وتبيع بالتقسيط، هذا في الأصل البيع بالتقسيط جائز ما دام غرامة. خلي ما أنت مالك دخل أنت في الغرامة، هي بينهم وبين ربنا، إذا سألونا سنسألهم ماذا وضعتم الغرامة، قال عقوبة تعزيرية لأن الناس ينضبطون، فلنا ممكن نسألهم أسئلة. شكرا. والمشتري نقول له اشتري واعتبر هذا الشرط معطلا إذا كنت ستسدد في الموعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حي الله مولانا الغالي. وحياك. جزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخ. وياك الله يحفظك. شيخنا الفاضل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، هل الحديث ده يا مولانا أقيس عليه؟ يعني لو أنا عندي مثلا سيارة، هل أقيس على هذه السيارة؟ لا 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 لا، السيارات مصنعة وتختلف تماما، لا يقاس لا تقاس السيارة على الذهب بالذهب، لا تقاس أبدا عليها. يعني هم ست أصناف بس يا مولانا دول؟ لا، في جرى على شاكلتهم أشياء، مثلا ستقول العدس بالعدس، مثلا جرى على شاكلة البر بالبر، لكن السيارات مصنعة لا تختلف. الأراضي، والأراضي تختلف. الأراضي تختلف في أرض، يعني تختلف من كل النواحي، الوجهة تزرع أو لا تزرع، الطول للعرض تختلف. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. نعم أخوك مصطفى، تفضل حضرتك. بس هو في موضوع كده ظهر جديد اسمه التداول على الانترنت منصات وكده، عاوز اعرف هذا الموضوع حلال ام حرام؟ تداول ايه؟ مش فاهم حضرتك. احنا بنخش على المنصه، المنصه دي بتكون عباره عن مجموعه من التجار بيبقوا عايزين يعملوا مثلا دعايه لمجموعه من السلع وكده، انت بتشارك معاهم في الموضوع ده وبيدوك والله عموله، بس عموله يوميه يعني. والله هذا الموضوع سمعته مؤخرا، كلمني واحد قال فيه شركة اسمها 2000 فنان حول العالم، واحد احدى الشركات. احدى الشركات 2000 فنان حول العالم. تمام. قلت تدخل ترى الصور وترشح افضل صورة من وجهة نظرك حتى يبيعوها بالمزاد، فيعرضوا عليك كل يوم مثلا 100 صورة، اعجبتك صورة معينة بتعلم عليها بعلامة، تعلم عليها بعلامة، كل يوم يدلك دولار ونص. ايوه دولار ونص، يعني في الشهر كم؟ 45 دولار. 40 دولار. تمام. 40 جنيه ب 1800 جنيه شهريا. تمام. من العمل اللي انت تعمله، فقط ترشح الصورة الجيدة عندك. بهذا التوصيف، بهذا القدر من التوصيف، ما استطيع ان امنع الا اذا قلت زكاة صور قبيحة كلها لا. او انت مثلا انت تشير الى صورة بحر مثلا تعلم عليها، لكن الاشكالية في ماذا؟ في هل وراء ذلك امر اخر؟ هل وراء ذلك امر اخر؟ ما نعرفش، هذا لازم اسأل عنه، فاعطيني فرصة للسؤال. بهذا القدر اجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن،
لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.